دعاء وتوسل إلى الله. يا رب، جعلت رمضان أياما معدودات تمضي سريعا، ونحن مشتاقون لرضاك، ونحن متعلقون برحمتك، ونحن نرجو عفوك، ونرغب أن تستجيب دعاءنا. فيا رب، لا يمضي رمضان هذا العام إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا ورضيت عنا واستجبت كل ما دعوناك به. اللهم اكتبنا في هذا اليوم من عبادك الشاكرين، من عبادك التائبين، من عبادك المقبولين، من عبادك الشاكرين الذاكرين العابدين الخاشعين. اللهم يا رب، من علينا في هذه الليلة بأن تكتبنا من عتقائك من النار في رمضان. آمين آمين يا رب العالمين.